نادي الزمالك ليه ما وصلش العالميه؟ لقيت حضرتك بتقول لا احنا وصلنا مره العالميه بس اول نادي على فكره البطوله اتلغت يعني. بص اول نادي كان 2002 كنت انا مدرب مساعد مع الكابتن محمود سعد وكان معانا مستر كابرال اعتقد، وبعدين خدنا بطوله افريقيا ومفروض ان احنا رايحين اليابان عشان نلعب كاس عالم انديه. على حظ الجميل مش حظ انا، حظ الزمالك الحلو يعني، الشركه اعلنت انها معاش فلوس تعمل البطوله، اعلنت افلاسها. السنه اللي بعدها النادي الاهلي خد البطوله وراح والشركه ما عادتش افلاسها جدا يعني. فهو قصه طبعا انا برد بس على الشيف خير، الشيف بيلعبني يعني بيقول لي الزمالك، تقول لا الزمالك اول نادي قصه كده قرفه كده وصل وصل للعالميه، لكن للاسف الشديد الشركه الرايه ساعتها ما قامتش البطوله لانها كان ما عادش فلوس يعني. كابتن طارق قبل طبعا ما اتكلم بكره يعني لقاء الاهلي والزمالك دلوقتي بقى لقاء خاص جدا بكره، غير ان هو من غير جمهور، لكن